I have a question from Brother Jake on the in the audience. When Asharis provide a meaning for an attribute of Allah, is it the meaning of the attribute or the meaning of the entitled lazim of the attribute? That's the question he asked. Any mashaykh would like to answer? Yes, if I can. يعني سأتكلم بالعربية. كل وصف اشترك تسميته بين الحق سبحانه وتعالى والخلق مما هو من المعاني، فالاشتراك فيه لفظي، وسبب يعني سبب التسمية بهذا المشترك اللفظي هو الاشتراك في اللازم. نعم، فلذلك نحن نقول الله تعالى متصف بصفة العلم، والعبد متصف بصفة العلم. معنى علم الله تعالى ليس بمعنى علم العبد يقينا، نفس الصفة المعنى، لكن لماذا سمينا صفة العلم بصفة العلم؟ لأن ثبوت هذه الصفة لله تعالى يلزم عنه كون كل شيء منكشفا له تعالى. وكذلك القدرة، فالقدرة لك أن تعرفها بتعريف رسمي، يعني هو رسم وليس حدا، والتعريف بالرسم لا يتضمن التعريف بالحقيقة. فتقول هي صفة يصح للمتصف بها الفعل. فالآن هذا أعم من أن يقال يعني إنه على سبيل التأثير أو الكسب كما هو يعني مذهبنا. وكذلك هذا التعريف ليس تعريفا لحقيقة الصفة، لذلك كل تعريفات الصفات المعاني لله تعالى رسوم وليست حدودا. عندما يعرف العلماء صفة العلم، صفة يكون للمتصف بها انكشاف المدركات أو ما يصح انكشافه. مثلا الإرادة صفة يكون للمتصف بها الترجيح، وهكذا. فهذه رسوم، فلذلك نحن لا نعرف حقائق صفات الله تعالى، نحن نعرف أحكامها فقط. حتى إننا نعرف صفة الله تعالى بدليلها، يعني مثلا صفة الإرادة لله تعالى، نحن كيف نثبتها أصلا؟ بأن نقول ثبت أن العالم يمكن أن يكون على غير صورته التي هو عليها، فإذا كونه على هذه الصورة يجب أن يرجع إلى الله تعالى، وإلا يلزم دور التسلسل. إذا لله تعالى صفة ترجيح، لاحظ، ليست صفة الله تعالى هي الترجيح، بل لله تعالى صفة ترجيح. هنا نقف، هنا نقول نحن لا نعرف حقيقة هذه الصفة، لكننا نعرف أنها موجودة لله، وأنها ثابتة، وأنها كذا وكذا. الآن هذا القدر كاف في أن ندرك أن لله تعالى صفة، وأن ندرك مع أن ندرك تسمية هذه الصفة. نعم، فإذا قرأنا بالقرآن الكريم ولو شاء الله ما اقتتلوا إن الله يفعل ما يريد، غير ذلك من النصوص الشريفة التي فيها إثبات الإرادة لله تعالى، نحن نفهم المعنى، نفهم معنى أن الله تعالى مرجح لكذا ومرجح لكذا، أن الله تعالى أمر بكذا، أن الله عالم بكذا. لكن هذا لا يعني أننا نعرف معنى صفة العلم أو صفة الإرادة. فإذا إدراكنا لها بلازمها، وهذا طبعا في يعني في العلوم في المنطق ندرس هذا، أنك يمكن أن تدرك الأشياء بأحكامها بدون أن تعرف حقيقتها. نحن لا نعرف حقيقة الله تعالى، وليس للعبيد أن يصلوا إلى ذلك سبحانه وتعالى، لكننا نعرف أنه موجود، ونعرف أحكامه سبحانه وتعالى، بعض أحكامه سبحانه وتعالى، أحكام الذات وأحكام الصفات. فهذا هو القانون في إثبات الصفات، أنه ليس هناك اشتراك لفظي في المعاني الوجودية. أما في السلب وفي الأمر الاعتباري فليس في هذا يعني إشكال، لأنه مجرد سلب، هو مجرد أمر ذهني في أذهاننا. MashaAllah, the Sheikh is an ocean. He's getting into logic and mustalahat. It's been a while since we went over it, the rasm and the had. So regarding Jake's question, the Sheikh is affirming that the ishtirak between the sifa that is mansuba, that is attributed or ascribed to Allah, and the same sifa which is ascribed to the creation, if it's a sifa of ma'na, it's a attribute of meaning, then the ishtirak is not really haqiqi. It's not an ishtirak yani in reality. It's just an ishtirak lafzi. It's an ishtirak in the word itself only, but not in the haqiqa and the reality. He says, and he gave an example. He says, alim, Allah is ascribed with knowledge, and we are ascribed with knowledge.
Obviously, the reality of the knowledge of Allah is unknown to us. We cannot put a hat to it. We cannot put a, yani, a completely yani, comprehensive definition of it. All we can do is a rasm. Yani, a, you can sort of like try and make sense of what the ilm of Allah is. And he says, what? How we do that is we look at the lazim of it. We look at what that entails. The sifa of ilm, what does it entail? It entails both in khaliq and makhluq al-kashf, an al-haqaiq. That it's a sifa that you uncover the realities of things through. So Allah's knowledge, all we know about it is through Allah's knowledge, the realities of all things are revealed to him subhanahu wa ta'ala. Our knowledge, the haqiqah of it, is completely different to the knowledge of Allah. But the lazim of it is similar in that we also, through our knowledge, we uncover the realities of things. If that makes sense, yani. That's to my best ability. If anyone wants to add to it, they can, inshallah. The haqiqah of ilm in creation, in the creation or in humans, there's so many components to take into consideration. Consciousness, mind, experiences, senses, whatever it may be, all of that, that's how we acquire our knowledge. That's what we know knowledge to be. But the lazim of that knowledge is just that you through your knowledge, you uncover the realities of things. So you're not really given a kayfiyah at all. الآن الذي أنت يعني تسميه knowledge هو نحن نقول هو العلم بالمعنى المصدري. الآن نحن عندنا مفهومات نقول ضرب يضرب، فالضرب هو المعنى المصدري. كذلك أراد يريد يختار، فالاختيار الذي هو الترجيح، معنى الاختيار هو الترجيح عندنا. فالآن هذا هو المعنى المصدري. فأنا وأنت نعرف عندما نقول، عندما نقرأ قول الله تعالى يخلق الله ما يشاء ويختار، نعرف معنى أن الله تعالى اختار كذا، شاء الله كذا، نحن نفهم هذا المعنى. هذا الذي نعرفه هو المعنى المصدري، لكن ليس هو نفس صفة الله. صفة الله هو معنى بثبوته يكون لله تعالى الاختيار، أي الترجيح. لله تعالى صفة معنى أخرى لا نعرفها، إذ إنها ثابتة لله تعالى، فالله سبحانه وتعالى الأشياء منكشفة له، أي المعرفة بالمعنى المصدري، knowledge يعني بالمعنى الذي أنا وأنت نفهمه، الذي هو مجرد انكشاف الأشياء. فلنفرق الآن إذن بين المعنى المصدري ومنشأ هذا المعنى المصدري. نحن نثبت أن الله تعالى مختار، ونثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم، ونثبت أنه قادر. الآن ما سبب انكشاف، مثلا ما سبب انكشاف السماء بالنسبة إليك، أو ما منشأ انكشاف نفسك بالنسبة إليك، أو أي شيء؟ هو أن هناك صفة ما حاصلة فيك، بثبوتها لك يكون السماء منكشفة لك، يكون الإنسان منكشفا لك، وهكذا. فإذا هناك الانكشاف وهناك ملزوم الانكشاف. كلامنا على أن الصفة في الحقيقة هي ملزوم الانكشاف حتى لنا طبعا. يعني أنا هناك صفة لي، عرض حاصل في، بحصوله أنت تكون مدركا بالنسبة لي. وكذلك يعني في صفاتنا الأخرى التي هي نقول ذوات تعلقات، فكذلك نحن نقول في حق الحق سبحانه وتعالى هناك صفة لا نعرف معناها. نحن نعرف أن الله تعالى عالم بالأشياء، he knows كذا وكذا، لكن يعني ما به الأشياء معلومة لله تعالى غير ما به الأشياء معلومة لي. الآن لاحظ، إذا أردنا أن نتكلم على حقيقة علمي وعلمك الذي هو صفة العلم لي ولك، فأنا صفة العلم لي أولا في حقيقتها هي كيفية نفسانية لي، كيفية نفسانية في حقيقتها أنها مثلا قد تتضمن الانفعال، هي إما على كما يقولون في المقولات إما انفعال أو كيف. في حق الله تعالى أصل هذا نمنعه، نمنع أصل هذا الشيء، بل نقول ليس بمعنى الكيفية أصلا. هذا هو حاصل الكلام. يعني these questions God, come God. Up. There's a question he's asked, the second one. Look what the question is asked. Is it the same for the sifat of the creation? Do we know the meaning of a human being's knowledge or merely the lazim of this sifa? So Sheikh Harun or Sheikh Muhammad or
Sheikh Al-Mazri, who wishes to answer this question, the second question of Brother He just Jake? explained it, bro. He just Oh, explained it. yeah, the claim. I'll quote Sheikh Yeah. Harun, No, translated it, if you don't Sheikh. get it, come and that's what I'm saying. Jake, if you don't understand, Akhi, I will invite you now. Come and ask the Sheikh. He's here. Come, Anwar. Come up. Don't worry, boys. No, Come, no, inshallah. I think Sheikh Muhammad Akram has answered that question. Sheikh Harun, would you be able to summarize that answer to Jake? Inshallah, if Assalamu you're alaikum. perfect. Oh, wa alaikum salam, Jake. Yeah, he Jazakallah didn't answer my question. khairan. He didn't answer my question. He answered the first question. My second question is it the same thing when we talk about things in creation? When we talk about the knowledge of a human being, do we know the meaning of the sifa of the knowledge of the human being, or the meaning that is applied, is it only of the lazim or the entailment of the attribute of knowledge of a human being? هل أجيبه إذا يمكن؟ تفضل شيخنا تفضل. نعم، الله يبارك فيكم. فعليا نحن لا نقدر على أن نحدد حقيقة علم العبد حقيقتها. يعني الآن فلنمسك هذه الصفة، تقول الحركة مثلا، أنا وأنت نعرف معنى حركة يدي، أو على الأقل يظهر لنا بصورة ما. لكن القدرة مثلا، قدرة العبد، بيولوجيا نحن لا نمسكها، لا نقدر على أن نقول هذه قدرة العبد، هنا الصفة هذه. حتى علم العبد نحن بيولوجيا نقدر على تحديد مثلا أن هناك نشاطا دماغيا في موضع معين في الدماغ عندما أدرك شيئا، عندما أحزن، عندما أضحك، عندما أكذب، عندما أريد أن أحرك يدي، أن أكشف نشاطات دماغية معينة. لكن ما وراء ذلك أنا لا أستطيع أن أكشفه. هل الذي كشفناه هو حقيقة العلم أو حقيقة القدرة أو حقيقة الإرادة؟ لا ينفع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأننا من حيث إننا مسلمون نثبت الروح الإنسانية، النفس الإنسانية، التي هي جسم محايث، أو يعني شيء محايث لهذا البدن، لكننا لا نكشفه بالأدوات التي عندنا. لذلك غاية ما هنالك أن نقول نحن ندرك بعض خواص صفاتنا، لكن حتى صفاتنا لا ندرك حقائقها. نعم، نحن نصفها بأنها معنى وحادث ومقارن، مثلا مقارن للمقدور كما قرر الشيخ الأشعري رضي الله عنه. مثلا نحكم عليه بأحكام وأنه يلزم منها كذا وكذا، لكن يصعب كثيرا أن نحدد حقائق هذه الصفات، لأنها صفات في الحقيقة لأرواحنا ليست لأجسامنا. عندما تقول أن عندي قدرة، يعني بعض العلماء يقولون قدرة تحريك اليد محلها اليد، لكن بيولوجيا هذا الكلام ليس بهذه البساطة. الرؤية ليست محلها العين، محلها بيولوجيا إذا أردت أن تنظر بيولوجيا هو في مؤخر الدماغ، موضع معين متصل بالعين. حتى هذا الذي يثبته البيولوجيون لا أستطيع أن أقول هو محل الرؤية في الحقيقة، لأن الروح أنا لا أعرف هل هي منتشرة إلى الرأس أو هناك شيء ما ذو اتصال بالروح أنا لا أعرفه. لذلك يعني الأمر صعب في تحديد حقائق الصفات، معاني الصفات للعبيد، للمخلوقات، خاصة يعني كأن تقول العلم والقدرة والإرادة وكذا. هذا الأمر لا أستطيعه، وليس صعوبة ذلك في صعوبة اعتقادية، بل يعني لأن عندنا أصلا أن الروح غير مدركة. يعني ليست المسألة لأننا نقول يجب التنزيه أو ليس لأنه لا يشبه، لا لا، حتى الأشياء التي أمامنا صعب أن نحددها، لأن البيولوجيا ما وصلت إلى حقيقة الإنسان، ولا الفلسفة ولا الكلام طبعا، ولا يلزم ذلك حتى نصحح هذه الأحكام التي للإنسان. يعني أرجو أن يكون جوابي واضحا الآن. أو شيء من هذا. I will try to to translate it. I will try يعني. The question, this question, the answer of this question is it's hard or very hard to know the real meaning of the attributes of us as knowledge and irada, choosing, because we don't know the reality of the ruh, the nafs, the soul. These attributes are in reality for our souls, not our bodies. And we don't know about our souls
that much. We just know that there, we can say, for example, that there are bodies in our bodies or in our these bodies. We don't know much more than this. We know what entails from these attributes. We don't know the reality of the soul. Then we don't know, or we cannot catch the reality of our knowledge. Our knowledge, philosophers search for its meaning, and there is a big debate between mutakallimin and philosophy and others. What we can sure about is that we don't now know the its reality, not in biology, not in philosophy. We can just know their lawazim. I don't know the word lawazim. Entitlements, I think. Entitlements. Jazakallah khairan. This is the point. I wish I could translate it right. The point now is that it's not a problem that we say that we know the meanings of our attributes. And we say that Allah subhanahu wa ta'ala does not mushabih anything. He's not similar. He's not similar anything. But if Allah subhanahu wa ta'ala give us the knowledge of ourselves, He would give us the knowledge of the meaning of our attributes. But now in this life, we don't have the ability to know it because of our problem, not because it's impossible by itself. MashaAllah. We've got a good crowd, mashallah, listening in. Brothers and sisters that might be tuning in and they might be a bit confused regarding some of the terminologies that have been thrown around and the words that are used. It's quite common. What I would advise you to do is just simply connect yourself to a sheikh, a talib ilm, that has studied with reputable scholars. He studied Aqidah, Ash'ariyah, or Maturidiyah. And become accustomed to these terminologies, and then like there's nothing complicated about it. You shouldn't be doubtful or thinking like what's, you know, it's not making sense to me. It's quite normal if you're not used to these terminologies. Just, you know, start somewhere, learn about them, and with due time, inshallah, yani, you will make sense of all of these discussions that are taking place. Sheikh, I just want to say something. Jake, brother Jake. He says, according to the Ashbaris, we don't know the meaning of any attribute of humans or any attributes of Allah. But I think Jake fails to understand, you know, Jake the realities of it. Yeah, like, the realities of it, it's very hard. How are you going to understand the reality of anything? Like, if you go deep enough into anything, you ask any doctor, any whatever it is, like any professional in any field, what they know of any science is but a minute percentage of what they don't know. You go to an eye specialist, you know, if you tell him what have you studied, he'll tell you, look, I went to school, I went to high school, I went to university, I became a qualified doctor, then I became a specialist. You tell him, okay, what are the newly discovered theories out there, or the newly discovered breakthroughs? He'll tell you 1, 2, 3. And then he'll also tell you about there's also this to be discovered and we're still unsure about this and there's a million and one questions. So that's the reality of the makhluk, yani. We're very limited, yani. As Allah subhanahu wa ta'ala said, what you have been given of knowledge is very minute. All you can do is try your best to make sense of things. The qudra, like what qudra is, what places, whatever it is, what knowledge is, yani, we're very limited, yani. If we're very limited in the creation, then, you know, it's very arrogant and stubborn on our end to try and say that we know the reality of God or we know the reality of His Qudra. You know, it's a false, exaggerated claims that a person makes.